حياكم الله جميعا. الغيرة بين الأخوة، طيب الأخوة هل هم أطفال شباب كبار؟ أطفال مراهقين كبار؟ مراهقين. طيب نعود بالتاريخ للخلف شوية يا أستاذة إيمان، إيش مسببات الغيرة؟ من الفضاء؟ من الفراغ؟ لا، في أسباب. لا، إيش هي الأسباب؟ انه فضلنا واحد على واحد، لانه مستحيل الاثنين يغاروا من بعض، واحد فقط اللي يغار من الثاني. احنا فضلنا واحد على اخوه، هذه الحقيقه ولا لا؟ فلما نوصلوا لسن المراهقه، لا، انها تشوف انها متعادله، هذا موضوع اخر. لكن الغيره ما تنشا من فراغ، الغيره لها مسببات، لها مسببات، مثل غيرة الزوج على زوجها. هل الغيرة تأتي من فراغ؟ لا، تلاقيها عايشة مع زوجها في أمان الله، في سعادة غامرة، في راحة نفسية، في استقرار، في شافت موقف، شافت في الجوال، شافته، تبدأ وقتها الغيرة. إذا استمر الوضع ينقلب أو تنقلب هذه الغيرة إلى شك، وهنا الدمار للأسرة. واحد اللي يغير زي ما ذكرنا، ان واحد اللي يغير، طيب اذا الاخر كان يفضل في الصغر على اخيه، ولهذا نشأت الغيره. الغيره طبعا هذا النوع من الغيره، الغيره غير محموده اللي يمر فيها الشاب المراهق يا استاذ ايمن، هذا ممكن يعيش الحقد وليس غيره، لانه كان طفل ويضطهد بتعامل الأم مع أخوه، إنها تكرمه وتريحه، و وأنا العكس. هو يرى هذا في طفولته، فكبر وأصبح شاب مراهق، الآن يبدأ في جمع الأدلة والبراهين عشان يثبت صحة ما يفكر فيه. حلها إنه أعادل، الآن أمسك الطفل الغيور وأعامله أمام أخوه بنوع ما من الأريحية، عامله زي ما كنت عامل أخوه في الصغر، أنصفه. ما أجي الآن أعدل بينهم، لا، العدل الآن مو وقته، لازم يتشبع هذا الشاب المراهق، يتشبع تماما بالإنصاف. العدل كان زمان ممكن تكون عادلة الأم أقصد يعني، لكن في الوقت هذا ما ينفع العدل، لازم أعيشه وأشبع رغباته النفسية اللي كان يفتقدها في الصغر. تنتقد تصرفات الأم، تنتقد. إحنا مشكلتنا، شوف أنا ذكرتها في عدة دورات، مشكلتنا كآباء وأمهات في العالم العربي، في العالم العربي عندنا مشكلتين أساسية، لو تخلصنا منها والله والله والله، وأتحملها، أتحمل يميني هذا أمام الله، لو تخلصنا منها راح ننشأ جيل من أجمل ما يكون. المشكلة الأولى أنه لا نفرق، نحن كآباء وأمهات لا نفرق بين التوبيخ وبين التوجيه، كله سهل، ما في شيء صعب. يا أستاذة نور الكلام موجه لك، ما في شيء صعب. لما نقول مستحيل، المستحيل هو الشيء الذي لم يقم به احد من قبلك، اذا اللي سواه احد من قبلي هذا مو مستحيل علي، صح ولا لا؟ فما في شيء صعب. ليش؟ لما نقول صعب 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 حتجيني خبره في عقل الباطن انه هذا الشيء صعب، حتى وان كان من اسهل ما يكون حيكون في عقل الباطن خبره تقاوم. لو جيت اعدل الامور او اصلح او اقوم بهذا الامر حيقول لعقل الباطن هذا صعب، لأنك أنت أصلا خزنت الخبرة فيه أنه هذا صعب. قلنا القاعدة الأولى أنه لا نفرق بين التوجيه والتوبيخ، كل توبيخ عندنا، إذا أخطأ الطفل كل توبيخ. والتوبيخ هذا إيش الغرض منه؟ الانفعال، الغضب وقت خطأ الطفل، ما هو الغرض منه؟ الغرض منه بسيط، أني أنا أب أو أم
فرغت شحنة الغضب اللي فيه في هذا الطفل بسبب ما قام به هذا الطفل. طب أنا ما ربيت، ما وجهت، ما علمت، كيف يعرف الطفل هذا إنه هذا الطفل، ها قاعد أقول طفل، كيف يعرف هذا الطفل إنه هذا خطأ؟ فجأة طاح عليه أباجورة، طاحت لمبة، أي شيء سوى طفل، تكوينه العقلاني الواعي ما عنده، اللي عنده عقل باطن، سوى الخطأ هذا، ما يدري إلا بكف ولا شتيمة ولا صراخ ولا سب ولا ضرب، ولا يتفاجئ. طيب لما يستمر أنا مع هذا الطفل بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب راح أوصل ليش؟ لإحدى أمرين، إنه مع كل خطأ أضرب، أصرخ، أشتم. الطفل هذا يا أم ويا أب يلي ما تتوقع النتائج والعواقب الوخيمة اللي ممكن تصير، نتيجة والله العظيم كارثية، كارثية فعلا. أجي مع كل خطأ عند الطفل أوبخ، يا بضرب يا بصراخ يا بشتيمة، الطفل هذا حيكبر شوية شوية على إحدى أمرين لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، وأنا أعني ما أقول. الأول حيطلع الطفل عدواني منتقم من أقرانه اللي في سنه، والمدارس شاهدة على هذا الأمر، والأسر مليئة بهذا الشيء. الطفل هذا من كثر ما يوبخ أصبح عنده تبلد، ما يقدر يرد على أبوه وأمه لأنهم كبار وهم اللي مسيطرين وهم اللي يضربوا فقط، فهو إيش يسوي؟ يجمع يجمع ثم ينتقم من أقرانه، أخوانه الصغار، عيال خالته، عيال عمه، المدرسة اللي في سنه، عدواني أصبح، وهذه موجودة. ويجي عاد الوكيل ولا المرشد الطلابي، ألو السلام عليكم، ولي الأمر فلان الفلاني، نعم نباك تشرفنا يا حبيبي، والله ولدك عدواني، ولدك سبب مشاكل مدرسة، وتجيك أنت ولا الأم بكل براءة، أخي إيش في الولد غريبة ما كان كذا، نعم يا أختي أنت وهو حلوة ما كان كذا، فأنا صرفها لي، ما هو أنتوا اللي سويتوا فيه هذا الشيء ولا نسيتوا؟ يكتم في نفسه، يكتم في نفسه، ما يقدر يرد، ما يقدر يمد يده على أب ولا أم وهو صغير وهم كبار، يكتم يكتم لحد ما يتبلد ويصير داخله طفل عدواني. هذا النوع الأول. النوع الآخر، إما أن يصبح طفل منطوي على ذاته، متأتئ في الكلام، عنده حالة نفسية، ما يقعد مع أقرانه، وفي كل الحالتين حتراجع فيه، وحتراجع فيه من عيادة لعيادة، من عيادة لعيادة. يلا وجيك الأب والأم بكل براءة، يا أخي الولد إيش هو، يا البنت تشبه البنت ما كانت، يا أخي تضحكوا على مين؟ تضحكوا على مين؟ أجلس بينكم بعطيكم مثال، يا آباء وأمهات يلي تفل، يلي تمدوا يدكم أو توبخوا الأطفال. طيب سؤال الآن للجميع، أنت في عمرك وأنت في عمرك هذا، في أعماركم هذه، مو أنتوا أطفال، لا الآن في الوقت الراهن، استشعروا معايا أنكم جالسين مع أسرتكم، الأب والأم وأخوانكم، كل واحد جالس مع أسرته، فجأة إلا إذا كنت أنت إنسان ما تخطئ، هذا أمر آخر، إنسان منزه، إنسان معصوم، هذا أمر آخر، أخطأت وأخطأت أمام العائلة، خطأ حتى لو كان عادي بسيط، وهذا وأنت في العمر هذا، قام الأب ولا الأم اللي مد يده عليك واللي يصرخ عليك واللي يشتمك، أبا كل واحد يكتب لي شعوره في هذه اللحظة، أنت يا صاحب العمر 30 و40 و50 و25، شعورك ما هو في هذاك الأثناء؟ ما نبغى إجابات مثالية، نبغى إجابات واقعية، شعورك وقتها بين الأهل وأنت مهزأ
موبخ، تولعي في ابوك وامك، غضب عارم، اطفش من البيت، حسرة خاطر، جميل، بس جابك نور الاستاذ نور ما ما هي منطقية اولع في البيت. طيب هذا وانتم ناضجين عقليا وعمريا وفكريا وثقافيا واجتماعيا، وممكن اغلبكم عنده اباء، عنده ابناء وعنده بنات. طيب هل يعقل؟ طيب اذا انت في هذا العمر وهذا النضج الفكري والعقلاني، هذا شعورك او هذا هو شعورك الان، ما بالك شعور الطفل اللي لا يقدر يرد عليك؟ هذا انت تقدر ترد، هذا ما يقدر يرد، ما غير يكتم في نفسه، يكتم في نفسه، يعيش حالة حزن داخلي ما تحس فيها. كل اللي سويته انت انك فرغت شحنة الغضب بس في هذا الطفل، وبعدها رحت انت على الجوال وانت يا ام، واغلب مشاكل اللي توصلني، اغلب المشاكل اللي توصلني على الابناء وتعاملهم وردات فعل الام بالذات، انا اتكلم على الام الان، والاب كمان له دور، الام اغلب فترات عنفها وعدوانيتها مع الطفل اثناء ما تكون ماسكه الجوال. واجهت النساء بهذا السؤال وفعلا قالوا صحيح، ليش يقطع علي؟ يعني هم ما قالوا هيقطع علي ليش، بس انا اقولها، ليش يقطع علي محادثتي او تواصلي مع فلانه ولا فلانه ولا علانه؟ ليش؟ طيب ايش تبغي؟ ابنك اخطا، انت وانت تخطئ ولا ما تخطئ؟ تخطئون ولا لا؟ ولعت عراك، زغرطي انشراح اللي جاي احلى من اللي راح، ولا نقول صوتي مناجي لحد ما اجي، تخطئون. اوكي، ليش انا ما احب احد يحاسبني على خطئي، لكن طفلي انا احاسبه واوبخه واضربه واشتمه؟ ليش؟ أين العقل في هذا الأمر؟ هل هذه العقل؟ هل هذه هي النضج العقلاني أو العقلي؟ ده مو نضج، ده والله في الحالة هذه أنه عقل الطفل الصغير أكبر من عقلي وعقلك. وفي نقطة كمان مهمة حاب أوضحها، ابنك مو ملكك ترى، ابنك أمانة عندك فقط، الله أعطاك هذه الأمانة وحرم غيرك منها، الله أعطاك هذه الأمانة وحرم غيرك منها. ركز، تخيل وتخيلي أنت أنه أنت أو أنت ربي ما أعطاك أولاد، جعلك عقيم، تتمنى تكون في هذا الوضع؟ يا أخي الله فضلك على غيرك، خلى غيرك عقيم وخلى غيرك امرأة عاقر وانت ربي أعطاك أولاد، تقابل النعمة هذه بالإساءة لهم، بالضرب، على أساس أن أنت تبغى طفل ملائكي، تبغى طفل ما يخطئ؟ ما حتلاقي. لا، ما ينسى، ما ينسى الطفل، ينسى بس في عقله الباطن في خبرة قاعدة تكبر معاه، اوكي بضحك معاك بعد كذا وبسولف معاك وهذا، لكن تراكمات، التراكمات او التكرار، تكرار الشتم او الضرب علي بيولد داخلي خبره، تكبر معايا، مو انا اللي اكبر وهي صغيره، لا لا بتكبر معايا، لان اصبحت عندي خبره اسمه انا انضرب، انا معنف، انا اشتم. القاعدة الثانية هي أنه إذا أخطأ الطفل، قلنا القاعدة الأولى ما نفرق كآباء وأمهات بين التوبيخ وبين التوجيه، القاعدة الثانية تقول أنه إذا أخطأ الطفل نتعامل معه على قدر عقولنا نحن وليس على قدر عقله هو، وهذه مصيبة، مصيبة
ايش يعني ابغى طفل ما يخطئ؟ من فين راح اجيب؟ وللعلم النوابغ والعلماء اللي في العالم كلهم، وركزوا معايا في النقطة هذه، كل علماء العالم العرب والغرب ايش كانوا هم اطفال؟ كانوا اطفال اشقياء، لعابين، بكائين، يوسخوا في كل مكان، ياكل بيت اي شيء، كان طفل زيك زي اي طفل ثاني. ولكن الفرق في التعامل والتوجيه. لما يخطئ الطفل احنا نوجهه ما نوبخه، الخطأ صار وانتهينا. الخطأ حصل. انتهى. طيب، الخطأ صار. هل انا لما اضرب ابني انا حليت المشكله؟ المشكله تكمن في انه ابني طيح الاباجوره وانكسر. لما اضربه الاباجوره حترجع تتصلح لحالها؟ ما حتتصلح، حتقعد مكسوره. سواء وجهته حتقعد مكسوره، سواء وبخته حتقعد مكسوره، ما تصلح. اذا اختار ايش؟ ماذا اختار؟ التوجيه. تعال تعال يا ابني تعال. الحين هو ما بين ردة فعل خوف لأنه أنت وأنت يا أب ويا أم أنتم مصدر الأمان له. لا تخلوه يشعر أنكم أنتم مصدر الخوف له. هذه مصيبتك. وقتها راح توجه لغيركم. وحتى لو عنده أي كلام يبغى يقوله ما حيقول لكم أنت. حيقول لآخرين، لأنه أنتم بعد ما كنتوا مصدر أمان له أصبحتوا مصدر خوف لهذا الطفل. لا تستسهلوا الأمور هذه يا أحبة، لا تستسهلوها، والله إنه عواقبها في المستقبل عظيمة. أخطأ الطفل، تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي. هو دحين ما بين خايف ومو خايف، تعال أخذه أحضنه. الخطأ صار انتهى. انا امام حل من اثنين، يا اوجهه يا اوبخه. لا اختار التوجيه، خطا صار انتهى، ما حيصلح اي شيء. بابا انت عارف انه هذا اللي سويته غلط باسلوب، وانزل لمستواه، انزل لعقليته، انزل اعمل معاه محاكاه ومقارنه. يا ابني عارف انت اللي سويته هذا الخطا، عارف انه هذه قيمتها 100 ريال فرضا. بابا في اماكن للعب عندك غرفتك العب فيها، هذا اللي سويته يزعلني منك. اوجهه، ترى الطفل ياخذ في العقل الباطن، ما عنده عقل واعي، كله عقل باطن، ياخذ ياخذ. واثبات انه ما عنده عقل واعي انه لو شاف نار بيروح يحط يده فيها، ما يدري انها نار، حياخذ. توجهه، بابا انت عارف اني احبك. سواء الام والاب يوجهوا الطفل، انت عارف اني احبك، احبك اكثر من اي احد في العالم. عبارات تعزيز الثقه. انا عارف انك انت مؤدب وانك انت شاطر، وانا عارف انك سويت هذا الشيء مو بقصدك، مو بالعاني سويته، اعزز له. فهو ياخذ هذه العبارات. فلما نجمع الخبرات هذه بيكون في المستقبل حريص حريص. ذاك اليوم بابا قال لي انه انا عارف انه مو قصدك، لو سويت الحين الان معناها قصد، يعني ما حسويها. اطفالكم مو اغبياء، يفهموا يفهموا بالخبرات اللي انتم زارعينها في عقولهم الباطنه. فاعود لموضوع الاخت ايمان. حاولي تخلي الام هذه تتعامل مع هذا المراهق بشكل أكبر وألطف وأقرب مما مضى. بس طبعا تقعد مع أخوه الثاني وتفهمه أنه أنا بسوي الشيء هذا لأنه أخوك كنت أنا أفضلك عليه، الآن بسويه أبغاك تكون عارف عشان ما تتضايق. أنت عارف أنك أنت كبير وعاقل وحتفهم الامور، لكن اخوك داخله في غيره، في ابغى اشيل الغيره هذه منه، لازم اسوي معاه هذا الشيء. تعطي
الشاب الآخر العبارات هذه، ثم تتوجه للطفل للشاب المراهق الغيور، وتتعامل معه بشكل غير اللي كانت تتعامل معه. العدل الآن ما ينفع، قلت لك العدل الآن ما ينفع، كان من أول العدل هذا الإنصاف هو ما حيقبل. ولو كبر بهذا الشكل في خطر كبير على سلوكياته الخارجية المستقبلية، هيكون سلوكه غير محمود. كم أخ مد يده على أخوه، كم أخ طعن أخوه، كم أخ قتل أخوه وبسبب الغيرة. أول أخوين في الإسلام واحد قتل واحد، فقتل قابيل هابيل. ليش؟ لأنه كان عندهم أختين ذيك الأيام، ما كان في شيء اسمه الواحد ما يتزوج أخته. هم آدم وحواء أمنا وأبونا عليهم السلام، قابيل وهابيل وأختين. فآدم زوج الأجمل لهابيل، البنت الأجمل نوعا ما، زوجها لهابيل وزوج الأخرى لقابيل. فقامت الغيرة فقتل قابيل هابيل. ليش؟ ليش أبوي يحب هابيل أكثر مني؟ الابن العنيد، الابن العنيد هذا يا أستاذ سمية يبغى له موال. بس أبغى أقول لك على شغلة وأمر مهم، سؤال للجميع، هل العناد صفة إيجابية أم سلبية؟ جميل أستاذ علاء، البقية أستاذ أسماء تقول إيجابية، جميل، ماذا يقول البقية؟ إيجابية. سلبية، لا هي صفة إيجابية وأكثر من رائعة كمان، إيجابية في كل الأحوال، ناخذها خطوة خطوة. عشان ناخذها سؤال، لا مو سلبية يا أستاذ علاء، أنا أقول لك الآن، ما هو مين عرف لي العناد؟ نحن نتكلم عن العناد، صفة العناد، ما نقول في بعض الأحيان وفي بعض، لا، الصفة نفسها. ما هو العناد؟ مين يعرف لي العناد؟ إصرار الشخص على رأي معين، جميل. طيب حابين اعرف لكم ما هو العناد؟ انا ما عندي مانع اعرف لكم العناد. اجاباتكم صحيحه. العناد هو الانتقال، العناد هو الانتقال من مرحله الاعتماد الكلي على الاب والام الى الاعتماد على الذات. بسيط الموضوع، هذا هو العناد، الانتقال من مرحلة الاعتماد الكلي على الأب والأم. بابا أبغى هذه، بابا أبغى هذه، طب إيش رأيك في هذا؟ خلاص معتمد كليا على الأب والأم إلى الاعتماد الكلي على الذات. لا أنا أبغى هذه، ما حستنى رأي بابا وماما وغيره. طيب السؤال هنا، ابني فقط عنيد، وأكثر الرسائل اللي تجيني سواء في المهرجانات اللي كنت اروحها او في اتصالات، ابني عنيد، بنتي عنيد. الان اي شخص معانا هنا يقول عندي طفل عنيد، انا اقول له يا الاب يا الام عنيدين، واتحدى غير ذلك، اتحدى انه يا الاب يا الام عنيدين. وعلى الارجح ما هي عنصريه، بس على الارجح الام، لانه هي اغلب وقتها مع ابنها، الام عنيده. انت عندك يا استاذه ساره تقولي عندك طفل عنيد، انت عنيده ولا لا؟ قولي الصدق، قولي الصدق عشان ما تتورطي بعد شوي. ليش قلت انه الاب والام؟ هذا لقيت فيها دورات عديده. العناد ما يكبر من تلقاء نفسه، ما يكبر من تلقاء نفسه،
لو ما حصل، لو ما اصطدم هذا الطفل بشخص امامه عنيد ما يكبر معاه العناد. بس هو واجه شخص عنيد، هذاك متمسك برايي، اذا انا اتمسك برايي. وزي ما قالت الاستاذه نور، العناد صفه، صفه القياديين. الان لو ابني يصلي ومحترم وحبيب ويحب اخوانه ويفعل الخير، طفل بس انه عنيد، طيب هذا الطفل الان، ها قالت الاستاذه ساره انا عنيده، هذا الطفل الان لما نجتمع مع عيال عمه وعيال خالته مع اطفال العيله، تتوقعوا كذا احبتي مين يكون القائد؟ مين هو الشخص القيادي فيهم؟ العنيد ولا الغير عنيد؟ العنيد هو اللي بيكون القائد عليهم، هو اللي بيأثر عليهم. إذا أنا كأب ما خاف على ابني وهو قاعد مع أقرانه، لأنه عارف أنه هو اللي بيأثر عليهم، هو القائد عليهم، هو اللي راح يتمسك برأيه، وأنا عارف سلوكيات ابني طيبة يصلي وهذا، فإذا ما خاف عليه. أنا أخاف على مين؟ الطفل الغير عنيد. الطفل الغير عنيد هنا اللي تخاف عليه، لأنه منقاد، يؤثر عليه بسهولة. إذا عرفنا الآن ليش العناد صفة إيجابية، هنا الكلام. أما حكاية كيف أتعامل مع الطفل العنيد، هذه إن شاء الله في بث قادم راح أتكلم فيها بإسهاب، لأنه فيها أمور عديدة. لكن أفرح يلي عندك طفل عنيد، أفرح زغرطي يا مناجي. وأرجع وأقول اللي عنده أبناء يحمد الله ويشكر الله ويثني على الله، فالله سبحانه وتعالى أعطاك أنت الأبناء وحرم غيرك منه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تخيل بس يا أب ويا أم يلي تعنفوا أطفالكم، يلي تمدوا يدكم عليهم، أباك بس وانت موجود بينك وبين نفسك تغمض عينك، خد شهيق قوي، خرج الزفير وغمض عينك، استشعر، الله لا يقولها بس استشعر، تخيل فقط، ما عندك أبناء، تخيل أبناء ماتوا في حادث وكم حصلت هذه، تخيل ابنك معاق مشلول، تخيل ابنك مريض بالسرطان، تخيل تخيل، تتمنى تكون في موقف أحد من هؤلاء الآباء والأمهات؟ تتمنى؟ لا والله ما تتمنى، ما تتمنى. كلكم أغلبكم اسمع عن حوادث، اثنين اخوان راحوا في حادث، خمسه اخوان راحوا في حادث، واحد مات بالسرطان، ولد شاب صغير، واحد وحده ماتت، وحده ولدت عمية، وحده ما استشعروا وتخيلوا بس انكم انتم مكان هذه الام وانت مكان هذا الاب. ها ما رايك؟ قول الحمد لله فقد سمع الله لمن حمده. احمد الله اولادي سليمين ما فيهم شيء، هذول نعمة الله أعطاني إياهم، وبيسألني عنهم يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. راح أسألك، أتفكر إنه خلاص هذا ابني أضربه أسوي فيه اللي أبغى أسوي، لا 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 لا، الابن هذا الله أعطاك أمانة، زي لما يجيك جارك يحط عندك أمانة يقول لك بجي أخذها بعد 4 سنين، مستحيل حتسوي فيها شيء، ولو سويت فئة راح تزبطها أجمل مما كانت عليه. ليش؟ لأنها أمانة. فحافظ على الأمانة، حافظ عشان لما نيجي يوم القيامة ربي يسألك يقول يا رب حافظ على أمانتك، أنا وجهت وعلمت. تخيلوا أنك أنت الآن وصل عمرك كبير في السن،
كبير في السن، كبير كبير يعني، يتعامل زي الطفل ولا لا؟ ولا في فرق؟ الكبير في السن يتعامل زي الطفل، مثل الطفل أم لا؟ كالطفل، كالطفل فعلا يا العطوي، حياك الله معنا. طيب أنت الآن، أنت من أنت كبير في السن، مثل هذاك المرحلة، عندك أطفال، ماسك جوالك أنت بيدك، لو والله لو تكلم مين ما يكون، لو قاعد تكلم أوباما ولا مدري مين الرئيس الأمريكي هذا، جاء ابنك بابا، لا تصرخ ولا تعصب ولا تقول له اسكت شايفني مشغول، اترك الجوال، اللي في الجوال معك ما راح يموت، خليه يستنى في الجوال، مين اهم عندك، هذا كل هذا، من هو الاهم، مين هو الاهم، ابني ولا اللي معايا قاعد يتواصل معاه في الجوال، ما رديت عليه، الابن اهم، إذن اللي في الجوال ينتظر، يزعل يزعل ما عندي مشكلة، أنا مسؤول عن هذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنا مسؤول عن هذا اللي جاي يكلمني مو اللي معايا في الجوال، إذن هذا ينتظر، ها يا بابا آمرني حبيبي بابتسامة، هو ليش جاك الطفل هذا؟ طب ابنك ليش جاك؟ او ليش جاكي انت يا اختي الكريمه؟ ليش؟ لانه حاسس انكم انتم مصدر الامان له. لما تصدوه بسبب جوال بيبحث عن غيركم. بيكبر شويه وبيغرر فيه من غيركم بيعطوه الامان، الامان الوهمي. والسبب انه الجوال اشغلكم عنهم. لا لا اترك الجوال، جاني ابني حط الجوال، ها يا قلبي، ها يا عمري، آمرني حبيبي. والله يا بابا اليوم حصل موقف كذا، ايش؟ أعمل معاه محاكاة، تطابق، مطابقة مع حركاته. هذا بيقرب الابن منك كثير. يعني جاي يقول لك طلباً، والله اليوم واحد في الفصل دفني، دفني، طيحني. لا بين له انك انت انزعجت لانه دفك، لا تقول له يا شيخ عادي يا شيخ اخسرك، يقول ايش الاب هذا، اشتكي له انه واحد طيحني ويقول لي عادي، وريه انك إن هذا الطفل اغلى عندك من كل شيء، خليه ما يمر عليه يوم الا يحكيك بتفاصيل يومه، لانك انت اب وغايب، وانت يا ام نفس الشيء، اقرب من ابنائك، قال نكتة حتى لو كانت بايخة علي صوتك في الضحك، شاركوا الفرحة، لأن الطفل لما يقول نكتة بيضحك هو أصلا حتى لو سمعها 100 مرة، فشاركوا، أعمل معاه محاكاة، هذا ابنك، هذا سندك لما تكون كبير بعد الله، إذا الله أعطاه طولة العمر، فمثل ما تعامل طفلك الآن راح يعاملك في الكبر لما تكون انت طفل وانت كبير في السن، تخيل انت كبير في السن تبغى مره لا عاد يهمك جوال، وصلت لأرض العمر ولا لعمر كبير في السن ما عاد يهمك هذه الامور، تشوفها من التوافه، فقاعد واولادك حولك كلهم بالجوالات، يا فلان دقيقه يا ابوي دقيقه دقيقه، شوف نفسية الأب كيف تكون لما أنا أنادي ابني وهو عندي وأقول له يا فلان، يقول لي دقيقة يا أبويا دقيقة استنى، ويلعب في الجوال، إيش شعوري أنا الشايب؟ نفسيتي تدمر، حزن، زعل، انطواء، نفس الشيء يعيشه الطفل لما يجي عند أبوه يقول له بابا، ولا عند أمه يا ماما وتقول له دقيقة مشغولة أنا، نفس الشعور. زوجين عند تربية الأطفال كلهم عاداتهم في التربية سليمة وصحيحة، ولكن واحد يبقى يربي على عاداته،
ما فهمت عاداتهم، ما هي عاداتهم أصلا؟ ابنك محتاج، ما هو محتاج 5 ريال 10 ريال 50 ريال يروح يشتري له فيها شيء ولا حاجة، ما هو محتاج هدمة على قول أخواننا في مصر، ما هو محتاج جاكيت ولا بنطلون ولا جزمة، هذه أساسيات تجيبها وما لك فضل فيها أصلا. لا، ابنك محتاج، أبحث عن احتياجاته النفسية وحاجاته النفسية، احتواء، حب، رعاية، اهتمام، تقدير، احترام، تحترم ابنك، نعم، وانت تحترمي ابنك. اذا ابغاهم يحترموني اعلمهم الاحترام، وكيف اعلمهم؟ ما هو بالكلام، بالفعل. ابناؤنا مقلدون مهرة، مقلدون مهرة لافعالنا وليس لكلامنا. لما ابني يشوفني اصلي كل فرض وقته بيقلدني في هذا الامر، وبيعرف انه انا حريص على الصلاه، وبيكون حريص لانه بيقلدني. انتم الان لابد ما يطلع فيكم او الاغلب او كلكم ماخذين طباع من ابائكم وامهاتكم، قلدتوهم فيها بدون ان يكون هناك تعليم. يعني انت شفت الاب يسوي هذا الشيء او الام واخذت منه هذه الطبيعه، صح ولا لا؟ لا، لكل زمان دوله ورجال، لكل زمان يا أستاذ زين دولة ورجال، ولكل وقت أذان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي قوم، لا يأتي زمن إلا والذي قبله خير منه، الذي قبله، والزمن يعتبر 100 عام. طب عندنا 14 زمن راح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم. صعب، صعب أن يعيش ابني في أيام الجاهلية، صعب اني اعيش ابني وبنتي في ايام، انا اتكلم مو في الدين، لا الدين، لا الحجاب والامور هذه ما فيها نقاش عشان لا احد يخلط الامور ببعضها. صعب اني اعيش ابني في زمن، لا والله يدخل المتوسطه ولا هذا ما معاه جوال، مو انه غلط ولا صح، بس صعب. الابن في الحاله هذه لما نشوف كل المجتمع حوله معاهم جوالات، أنا ما عندي ليش؟ معناها أنه أنا غير أهل للثقة. تبدأ عاد الوساوس والأمور السلبية تتراكم علي. طب ليش طيب؟ أنا إيش سويت؟ طيب يقعد يفكر في الإطار السلبي فقط. لا، الرجل هذا لابد أن ينبه. اوكي، علم اولادك، علمهم الصلاه، علمهم الادب، علمهم الاحترام، علمهم كل ما فيه قيمه جميله، لكن ما اعامله زي ما انا تعاملت قبل 40 50 سنه، لا صعب. نعم صعب، واذا حسين انه في صعوبه خلي هذا الرجل يتواصل معنا، لعلنا نستطيع ان نغير قناعاته بعض الشيء. بكره اولاده بيكبروا بينفروا منه، لانه فكرتهم عنه في الوقت الراهن بسبب هذا التعامل انه انسان سلبي، بيتركوه. انا حال اجدادي، احدى قريباتي يعني، مو بعيد يعني، عندها ابن كان وقت عمره يمكن 16 17 17 18 بحدود هذه، وابوه ميت ومتزوج انسان اخر، فكانت تتعامل مع الابن هذا واللي اصغر منه بسنتين تقريبا، تتعامل معاهم انهم اطفال، لا ما تروحوا، لا ما تخرجوا، لا ما تقابلوا اصحاب، لا ما. فقلت لها حتخسريهم، راح تخسري اولادك وقريبا جدا. اولادك الان في مرحلة انتقال من مرحلة الطفولة وتعدوا ممكن المراهقة أو في المراهقة، فسيولوجيا يتغير هذا الشخص، سيكيولوجيا يتغير تفكيره، عقليته، نفسيته، كل ما فيه ينتقل من اسم الطفولة للمراهقة، وهم على مشارف البلوغ، يعني مو أول المراهقة. هتخسريهم،
خليهم يطلعوا، خليهم يقابلوا اصحابهم، مو غلط، خليهم يطلعوا، اسمع كلامي، خليهم يطلعوا. الان الاثنين كلهم خرجوا من عند امهم، والله زي ما بقول، ويجوها زيارات فين وفين، تخيل ابناءنا امانه، لكن نعاملهم على كيفنا؟ لا والله، ما هو بكيفنا، ما هو بكيف. كان يقول عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. وكان يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه فين هذه؟ ليش ما تعاملنا فيها؟ ليه؟ ليش ناقصنا؟ ولا احنا ناخذ الدين في امور وامور ثانيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقابل الاطفال وهو مو ابوهم، لكنه شرعا ابوه في الدين، انه النبي صلى الله عليه وسلم ابو وزوجاته امهاتنا، كان كل ما يقابل طفل صغير يمزح معه وهو ما هو ابنه رسميا. ايش اللي يمنعني انا اني امزح مع ابنائي؟ الاعرابي اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فاستغرب الاعرابي، قال: وتقبلون ابناءكم؟ شوف كيف زي الاخ هذا اللي تقول عنه الاستاذه زين، يعني عاداته الجاهليه القديمه، يعني مو الجاهليه في عهد الجاهلي، لا لا، الجاهليه يعني القديمه. او تقبلون ابناءكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، نقبل ابناءنا. قال: والله ان لي 10 من الابناء ما قبلت منهم احدا قط. ايش كان رد النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايش كان رد النبي؟ قالوا: مالي مالي، ايش دخلني؟ مالي ان قد نزع الله من قلبك الرحمه. يعني انت بس استشعر معايا في هذا الوقت، انه انا لو ما قبلت ابنائي انا منزوع الرحمه، ما في قلبي رحمه. تخيل بس معايا هذه الجمله: مالي ان قد نزع الله من قلبك الرحمه، لأنك ما قبلت ابنائك، معناها انه انت في قلبك ما في رحمه. يا اخي امور عظيمه يا جماعه، امور عظيمه مخيفه. طبعا انا اتمنى ولطفا وكرما وتفضلا من الاخوان والاخوات الموجودين وغيرهم ان يدعمونا في قناتنا على اليوتيوب، لأن القناة هذه مختصة في الشروحات والدورات وكل ما يخص تطوير الذات والتنمية البشرية والإرشاد الأسري. فهل تدعمون؟ الدعم طبعا يكون بالاشتراك، بالتفعيل الجرس، بكل ما يخص القناة، لكن هذا ما يمنع أنه حيكون عندنا بث مباشر هنا، بث مباشر في انستغرام، في اليوتيوب، في التيك توك، في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما يطرح سيكون موجود في قناتنا، وما لنا غنى عنكم، والناس للناس والكل بالله. سؤالي بالنسبة لخلاف بين الزوجين، كيف يكون انعكاسه على الأبناء والأسرة بشكل عام؟ لا، على الأسرة ما حينعكس، على الأبناء 100% انعكاسه سلبي، لأنه في نقطة حابة أوضحها. أي مشكلة في العالم، أي مشكلة في العالم، وأرجع وأعيد، أي مشكلة في العالم لها سبب واحد فقط، سبب واحد فقط، مهما جبتوا لي الآن من مشاكل بطلع نفس السبب، هو اختلاف وجهات النظر فقط. هذا له رأي وهذا له رأي، بس ما في سبب آخر. واللي يقول في سبب يجيب لي الآن أي مشكلة
وانا اثبت له انه السبب هذا هو ما تغير. انعكاسهم على الاطفال يدمروا نفسيا، يعيشوا حاله من الانطواء، يخافوا من الاب والام، بعد ما كانوا مصدر امان اصبحوا مصدر خوف لهم. الصراخ عند الاطفال في عباره تقول اضربني ولا تصرخ في وجهي. الصراخ عند الأطفال أمر مشنج، أمر يعدد أكثر من الضرب. فلما نشوف أب وأم في قمة الصراخ وقمة الهمجية وهم أطفال لا حول لهم ولا قوة، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ غير يعيش الهم والحزن والضيم والنكد والحزن، حتى النوم حقهم بتجيهم أحلام مو طيبة. كله لسه. انا قبل يومين تتواصل معايا احدى الاخوات وهي معايا تمد يدها على طفله من اطفالها عمرها يا سنتين او 5 سنين. قلت انا بقفل الخط الان، اقفل الخط الان وتروحي تتاسفي منها وتراضيها، واذا فكرت تكلميني ابغى اسمعها وهي مبسوطه. أنا أهم عندك من هذه البنت. أنت نعم اتصلتي عشان إشكال، عشان مشكلة معضلة أسرية عندك بينك وبين زوجك، وهذا انعكاسها. روحي راضي بنتك وبعدين نحل الموضوع. فعلا هذا اللي حصل، وهذا اللي ما أبغاه أنا أصلا فيكم وحتى فيي أنا. حتى لو كان عندي مكالمة مهمة، اللي معايا المكالمة يقدر ينتظر، بس ابني هذا الطفل ما حينتظر. ما جاني وسيب اللعب وسيب كل شيء الا فعلا عنده على حسب عقليته انه امر مهم عنده. ممكن يكون عندي تافه بس عنده امر مهم. كنت في يوم في مهرجان، فجاني شاب ورجل وحرمه ازغوشته، والله ما بالغ. قعدت في المهرجان هذاك اليوم لانه لي زي العياده، قعدت لين الساعة 2:30 الليل مع هؤلاء من الساعة 12. وجدت أنهم جايين المهرجان سوا، عندهم طفل صغير. عرفوا أنه أنا يعني معالج سلوكيات ومستشار. حياك الله طيب. بعدين قام كل واحد يظهر انه هو ولي من اولياء الله الصالحين في الارض، والاخر لا. انا سويت معاها، انا سويت، انا ما قصرت، انا طلعت، انا دفعت، انا وهي هو طول يوم برا طول يوم. قلت انتوا جايين دحين تبغوا تحلوا المشكله؟ اسمع من هنا شويه واسمع من هنا شويه، بتوقف اخر شيء. قلت انا خلاص، انتوا ما لكم طب، ما لكم علاج، انتوا بجد اتكلم، انتوا ما حتكملوا مع بعض. انتوا جيتوني عشان اوقف مع واحد فيكم ضد الاخر؟ لا، هذا انا ما اسويه، انا ما ابغى اسمع ايش صار. انا اللي يهمني تبغوا تنتقلوا من الوضع الراهن للوضع المطلوب ولا لا؟ اي والله نبغى يا استاذ. طيب هركزوا معايا، بس خليك فاكر انا قلت لك ما في، لازم يطلع الاول الثاني غلطان. اخر شيء قلت لهم لا استر عليكم، انتم ما تبغوا تسمعوا، وانتم جايين فقط عشان اوقف مع شخص ضد شخص. انت غلطانه وهو غلطان. اعطيتهم جملتين في نهايه الجلسه، يا اخي هذه زوجتك وام ولدك، صابره عليك، لها فضل عليك، قاعد تغسل لك وتكوي لك وتاكلك وتشربك وترتب بيتك وتحافظ على بيتك، ايش تبغى اكثر من كذا انت؟ وانت كمان غلطانه، هذا زوجك، والدين امرك بطاعه الزوج، دخولك الجنه مرتبط بطاعه الزوج. روحوا بيتكم حلوا اموركم، الله يستر عليكم. في ناس لا، ماخذين الموضوع قضيه هزيمه وانتصار، مو قضيه حلول. ان شاء الله تذكرت شغله مهمه، ان شاء الله سيكون لنا كل خميس في هذا الوقت بث. كل خميس في هذا الوقت بث.
اللي عنده سؤال يحضر الأسئلة ويبغى يرسلها يعني لحسابي الشخصي أو يرسلها على الخاص يرسلها. الخميس إن شاء الله راح نرد على جميع الأسئلة. كل خميس إن شاء الله سيكون عندنا بث بإذن الله في نفس الوقت الساعة 10. أطفال طلباتهم مجابة قدر المستطاع. لا تردي، لا تردي عليهم، هم عارفين انه انت قاعده تجيب، لا تردي. طيب خلاص ماشي، حاضر حبيبي، خلاص. الاطفال عارفين انه انت امهم وهذاك ابوهم، ما حيسوي شيء. تكلموا؟ لازم تتجاهلي مثل هذه الامور مع الاطفال، النقاش معاهم معدوم غير مجدي. حتى لو قلتي لهم انا اخذت لكم هذه وهذه 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 وكل شيء وهذا ما حيقبلوا. فخذيها من الاساس ولا تتجاهلي. لا ترد. طيب خلاص ماشي. ارجع واكرر. تفضلا منكم تدعمونا في القناه. اللي يقدر بدون احراج. طبعا ما فيها امور هذه احراج. بس محتاجين دعمكم لانه القناه اصلا قناه علميه. فيها شروحات ودروس وتطوير الذات وشهد أسري فقط في بعض المقاطع الصغيرة اللي أنا عجبتني وتكلمت عنها، عجبتني أنا وحبيت أحطها، مدتها 30 ثانية و 20 ثانية فقط. أما القناة كاملة لا، كلها شروحات ودروس تهتم بتطوير الذات، تهتم بالإرشاد الأسري، تحليل الشخصيات، لغة الجسد، التوقيع إلى آخره. نقدر نقول الآن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أشكركم على حسن استماعكم ومشاركتكم الفاعلة، وأتمنى أني كنت ضيف خفيف عليكم، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.